وَنُسِيْتَمْ وَمْصَرَنَا إِسْكَلِي خَاطْرَ خَرَسْنَا لَسَلَمْ لَسَلَمْ عَجِيمْ هَلَلُوْيَا هَلَلُوْيَا لَسَلَمْ لَسَلَمْ يَسُوْمْ هَلَلُوْيَا 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 فِي الْحُرُوْمَ أَكْدَرْ حتى لو الموت مصيرنا والسعة قد هون علينا ورئيسه يبقى أملنا بالحروب نقدر نغني حتى لو الموت مصيرنا والسعة قد هون علينا ورئيسه يبقى أملنا لسلام لسلام عجيب هللويا هللويا لسلام لسلام يسوع هللويا 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 والسلام لسلام هديه انت لو لقى سلامنا بلسانك انت تعلن سر ايمانك بيسرنا ده سلام ده سلام حقيقي انت لو ذقت سلامنا بلسانك انت تعلن سر ايمانك بيسرنا ده سلام ده سلام عجيب هللويا هللويا ده سلام ده سلام يسوع هللويا 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 اللي احنا جينا في الفترة الأخيرة عاوزين إنه نبارك العطاء وهناك في بعد السندوتشات أو إيش كده ممكن نشارك مع بعض فبرضو خلينا نبارك الحاجات دي وبعدين إنه نختم يومنا ونضع الرب أمامنا ونحن راجعين في أماكننا وفي أعمالنا وفي الأمور اللي إنه نحن مصممين عليه إنه نمشي نكمل في اليوم ده نضع الرب أمامنا خلي هو يمشي يكمل كل مشيئته وبعدين نحن نتبعه ونمشي الكلام بس هو بس الكلام ده من خلال يسوع انت بارك لنا العطاء دي والحاجات اللي ممكن نمشي نشارك مع بعض فخلي الرب يبارك وعدا كل واحد بين يديه انه يكون هو هيكمل مع بعض بعد اليوم أصلي بروفة تايلون في ألاجي لون في غلون في جان 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 بجان بج ألاي ريان جاوين ندو جان سورو كاين في مالي جان جان بيدي جيس تبون نكريم ندونا إيري نسور نقرأ أصلي بروفة تايلون في من سبونين نكاين دين تبون هو بجي لو بروفهم نجيكي كيين ألاجي إن كي مو هو كيسين سين دورا يلا نكني ولا يأي با ولا كي دورا نينكو هو كي مضاو كدي لكي كني كي فوتين عن ديو ودي كي مصدر ومين كاين في مان ديو نكاين جيرو مان ديو أصلي نبروفة تايل هو تكاين كونا إلي كارمين مين ندوكي كنالا كاو أذن دين Tabungye, nadi mera tabungye, kwa kila zako niwa, nalwa jiku mwe ulo dikwa.